خيمة استقبال أسطول الحرية الثالث أقيمت في ميناء غزة انتظاراً لوصول مأمول لسفن كسر الحصار. غزة تنتظركم، أهلاً وسهلاً بكم، عبارة كغيرها من العبارات التي عنونت هذه اللافتات تجسد حجم الأمال الكبيرة المعقودة على هذا الأسطول في لفت انتباه العالم لغزة المنكوبة بالحصار. بإذن الله تعالى خرجنا في فعالية رمزية للمشاركة في استقبال أسطول الحرية الذي خرج وانطلق، والمتوقع قدومه بإذن الله تعالى يوم الجمعة صباحا. لذا نرجو أن تسير الأمور على ما يرام، وهذه فعاليات ستبقى مستمرة حتى صباح يوم الجمعة الموعد المحدد لاستقبال هذا الأسطول. برلمانيون وسياسيون أوروبيون وعرب يشاركون في الأسطول التي تجري الاستعدادات لتجميعه وانطلاقه منذ عدة أشهر، بينما ستستمر الفعاليات المساندة لجهود المتضامنين الدوليين في هذا الميناء. يميز هذا الأسطول أنه جاء في ظروف أكثر قساوة، نحن الآن في العام التاسع من الحصار ويكاد يكون العام الأقصى في تاريخ الحصار. مطالب هذا الأسطول ارتفعت، حيث احنا لدينا الآن مطالب عدا الإنسانية مطالب سياسية. نحن الآن نتحدث عن ممر مائي تمهيدا لأن يكون لنا ميناء بإذن الله تعالى. حكومة الاحتلال من جانبها أعلنت أنها ستمنع وصول سفن كسر الحصار إلى قطاع غزة، ما ينذر بتكرار سيناريو سفينة ما في مرمرة التركية التي راح ضحيتها 10 شهداء أتراك. إنذار يستدعي تدخلا أمميا. الأمم المتحدة عليها مسؤولية حماية هؤلاء المتضامنين، خصوصا أن هؤلاء المتضامنين جاءوا لتنفيذ مقررات وقرارات يعني أصدرتها الأمم المتحدة، والكثير من المواقف التي صدرت عن الأمم المتحدة قالت بضرورة إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وهذا تحرك عملي مفروض من الأمم المتحدة أن تتدخل، خصوصا وأنه من على متن هذا الأسطول هم نشطاء دوليين يحملون رسالة إنسانية في الدرجة الأولى. التذكير بمعاناة مليوني فلسطيني جراء الحصار الإسرائيلي رسالة ستصل إلى العالم مهما كانت النتائج. نجح أسطول الحرية الثالث في الوصول إلى غزة أم تعرض إلى قرصنة إسرائيلية؟ محمد الأصل، تلفزيون القدس، قطاع غزة. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.